الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
الله أكبر.
والقمر إذا طلعت والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا طلعت والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والشمس وضحيها والقمر إذا تليها صدق الله العظيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بقهوها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها كذبت داود بطهوها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها والله أكبر
والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فارغب وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن إلى ربك مرجع
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون أعطيناك الكوثر
فصل لربك إن شانئك هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر
المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنقذهم برحمتك من ظلمة القبور وضيق اللحود وقرات الضاد إلى جناتك جنات الخلود. يا قاضي الآجال ويا مجيب الدعوات ارحم اللهم برحمتك فقيدنا. اللهم ارحم فقيدنا. اللهم اسكنه فسيح الجنه. شفع فيه القرآن والصيام وصالح الأعمال. اللهم شفع فيه سيد الأنام. اللهم اجعل قبره نورا يمينه نورا وعن شماله نورا ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا. اللهم أعظم له نورا وعظم له نورا. اللهم اجعل ليلته هذه أسعد ليالي. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وألحق عليه على خير يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. أيها المستمع الكريم، والله لقد سبق القائل عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخشى الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر.
وظن ان الرزق يأتي بقوة ما اكل العصفور شيئا من النسرين. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة وكم من عليم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى امسى واصبح لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر. فمن عاش الفا والفين فلابد يوما من دخول القدر. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام استمعنا واياكم خاشعين منصتين للتلاوة فنعلم سامي حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمد السقا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالازهر الشريف والحاصل على اول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدرينجان محافظة البحيرة ادارة الصوت والضوء ادارة الحاج فؤاد حرب واولاده المقيمين بقرية البهي العامرة. حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.